مواصلين سهرتنا في ذوق 24، مازلت منوعتنا متواصلة مع الغناء ومع الفن. وفما فنانة شابة جت بحذنا، فنانة حلوة، فنانة عندها غنيات مزيانة وخفيفة، خلينا نستقبلوها بتشجيع كبير، نسمعوها وبعد نحكي معها. الفنانة سونيا نور الدين. لا يمكنك الاتصال بمخاطبك حاليا، الرجاء ترك رساله بعد الرنة. هز التليفون وعلاش ما تهزش، زعما حبابش تكون ولا ما تحبش. هز التليفون يا ريدي وعلاش ما تهزش، زعما حبابش تكون شكون ولا ما تحبش. مضوا وهو يصوني علاش ما تجاوبني، عامل بابي شوني يسكتك روعة تعبني. مضوا وهو يصوني علاش ما تجاوبني، عامل بابي شوني سكتك روعة تعبني. وهز عليا حبي كلمني بجاه ربي، وهز عليا حبي كلمني بجاه ربي. قلبي عليك معبي يا سماي مهباني. كبيرة سونيا نور الدين، مرحبا بك سونيا، محليك يا سونيا، ومحلى لبستك ومحلى حضورك ومحلى الغنايه زاد. بربي تحية أخرى سونيا، انت احلى عيشة، تحية. نحب نشجعوا هكا ومحلى جمهور اللي حاضر معنا ليلة، اكيد اكيد عاملين معنا جو سهرين مع بعضنا في ليلة العيد. ان شاء الله عيدك مبروك يا للا، يعيشك كل عام وانت حية بخير، والجمهور حاضر معنا حية بخير، امين يا رب. والسادة المشاهدين اللي يتفرجوا فينا زاد حيين بخير، اكيد امين يا رب. سونيا جيت بحذنا الاغنية هذه جديدة، هز التليفون، دولي عامل فيك بالتليفون وعمل فيك مليعك لين طلعت اغنية لين طلعت اغنية
حقيقة دي مش كنت برشا عباد أكيد برشا برت لهم على قلوبهم طبعا. أي برشا برت لهم على قلوبهم كريفوندور هذيك. هذه أغنيتك جديدة؟ هذه أغنيتي جديدة كلمات نيلة الغزواني ألحان عدلين شقرون وتوزيع عدلين شقرون. أيوة اشتحية ليهم تحية لعدلين شقرون ونيلة الغزواني كانت تفرج فينا. اي به قداش في رصيدك من اغنية طو؟ حاليا عندي 3 اغاني طو في السوق هابطوا في السوق. عندي ديو انا وشاب زين يناسيني اغنية اسمها يناسيني حلوة ياسر. عندي شكون كيف وغزالي شكون كلمات والحان شاب زين زادة واغنية سونيا. اي اسمها سونيا الاغنية؟ لا لا شكون كيفو. شكون كيفو اعطينا منها شكون كيفو هذه شوي تشجيعكم ربي شوية سونيا. اي شكون كيفو غزالي شكون ما فما غيرو في الكون شكون كيفو غزالي شكون ما فما غيرو في الكون اسمر سلو شهلول اسمر سلو شهلول كلامك السكر في لساني كلامك السكر في لساني حلوه برشا حلوه برشا عجبتكم حلوه حلوه ومزيانه هاك تسمع في التشجيع به شنو هو الطريق اللي تحب تشق وشنو تتمنى تحب تقعد في تونس تحب تخرج لبرا تحب تتعامل مع اسماء اخرى عربيه شنو برنامجك والله مبدئيا انا نحب نتعامل الساعه مع الملحنين التوانسه نحب نخرج من بلادي اي نحب نغني التونسي اي هذا هو معناتها بادية بالتونسي وان شاء الله كان جات الايامات حاجات اخرى ما فيها باس يا لالا شكرا ليك يعطيك الصحة سونيا يعيشك فرحانة برشا اللي حضرت معنا وشكرا ليك على الحضور وان شاء الله ديما متألقة ديما معنا في ذوق 24 جي